والحملة الأمنية، 3 عناوين. بالأمس أو البارحة رحل السيد نيلسون مانديلا عن عمر يناهز 95. بعد حياة مليئة بالنضال، بأصنافه المختلفة، النضال الحقوقي والكفاح المسلح والنضال السلمي في خاتمة طريق النضال، ومرحلة تأسيس الوطن الديمقراطي في جنوب أفريقيا. هذه الحياة الحافلة بالمخاطر النضالية تقول بأن الأعمار بيد الله، ولا يقضي أحد قبل يومه. الذي يحمل السلاح في جنوب أفريقيا ويخرج من بلد إلى بلد في مقاومة الحكم العنصري يموت عندما يأتي يومه. أما 19 سنة أو أقل، أو يموت في 95 من العمر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والنضال والعمل الخير ومواجهة الاستبداد لا تحدد عمره، ما تزيد من العمر ولا تقلل منه، ممكن تزيد ما تقلل. النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، مهما كانت الصورة غير منطقية وغير قابلة إلى التصديق في لحظات تاريخية معينة، إلا أن الحق الذي يعمل من أجله، الذي يتحرك الناس من أجل إحقاقه، هو الذي يسود وينتصر وفقا لسنن الله وسنن التاريخ. قرابة 300 سنة من النضال من الملونين يسمونهم كذا أو السود تسمية في جنوب أفريقيا ضد المجموعة العنصرية البيضاء في جنوب أفريقيا، 300 سنة نضال مرير ونضال قاتم، لأن هؤلاء البيض يشكلون قمة ونخبة المجتمع الإنساني الأبيض المسيطر على العالم. احنا شاهدنا الفصول الأخيرة من النضال، ولكن تصوروا قبل 200 و300 سنة كيف الصورة، ما هي وسائل السود للمقاومة، كيف كان المشهد بالنسبة لهم. قومون من؟ ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، كانوا كلهم في وجه هؤلاء. قبل 100 سنة تقريبا، 1906 تأسس المؤتمر الأفريقي الذي انتهى بقيادة مانديلا إلى التحول. 100 سنة من النضال المؤسس في إطار حزبي، كيف كانت الصورة في 1900 قبل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية؟ مو أمام فقط مستعمر، وإنما أمام حركة استيطانية
يسمونهم شعب جنوب أفريقيا. حياة إلى هؤلاء المجتمع مليئة بالتحديات والصعاب، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، المنطق الحق العدل يغلب، وانتهى هذا الصراع بتحول جنوب أفريقيا من دولة عنصرية يحكمها البيض تقوم على أساس التمييز في الأعراق إلى دولة ديمقراطية وطنية تحتضن جميع سكان جنوب أفريقيا، سود وبيض، مسلمين ومسيحيين ووثنيين، هنود وأفريقيين وأوروبيين. تصديق إلى هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. هناك زنزانة مشهورة يعرفها العالم، ويزورها رؤساء، وكل من يذهب إلى جنوب أفريقيا لابد أن يذهب إلى هذه الجزيرة على الأقل إذا راح كيب تاون، لأنها المدينة اللي تصير في آخر جنوب أفريقيا، وجنوب أفريقيا بلد كبير، فيقصد هذه الجزيرة فيها زنزانة ضمن السجن للسجناء السياسيين، يعيش فيها سجين وحيد محكوم لعله حكم بالإعدام في فترة وبعد ذلك محكوم بمدى الحياة. يزورون هذه الزنزانة ويتشرفون بأخذ صورة في داخل هذه الزنزانة الصغيرة. نيلسون مانديلا في هذه الزنزانة وغير نيلسون مانديلا، لأنه يقول هناك في جنوب أفريقيا أبطال كثر، أبطال كثر هما بقامة نيلسون مانديلا. هذا بعد موضوع ثاني ممكن أعلق عليه، أن الله سبحانه وتعالى قد يبرز بأي ظروف، يبرز شخص أكثر من غيره، مع أنه بحسب المعايير والموازين هناك من هو مناضل أكثر من عنده، ومن هو شجاع أكثر من عنده، ومن هو مقدم أكثر من عنده، بعد حكمة ما نعرفها. وليست هذه نهاية الحياة بالنسبة إلى الله، نهاية الحياة في الآخرة، القيمة والعطاء الحقيقي في الآخرة، الله هناك سينزل الناس منازلهم الحقيقية، دنيا هاي. فهناك أكثر من مناضل يمكن أن يكون يعني أشجع وأبرز وأقوى ومن جنوب من نيلسون مانديلا، فرمتهم السجون والحياة والنضال واستشهدوا، وبعضهم لا زال موجود وفي المفارقة، مش المفارقة ولكن لتوضيح الصورة. وهناك أبطال حقيقيون بيض مثل نيلسون مانديلا، ويستحقون التكريم من العالم كما يستحق نضال هذا الرجل الأسود في جنوب أفريقيا. صورة عليهم محدودة الضوء، يستحق نيلسون مانديلا الضوء الذي حصل عليه. هذه الزنزانة وهذه التجربة تقول إذا كنت وحيدا محكوما بالإعدام أو سجينا مدى الحياة مكبل بالحديد، تلتقي بسجانيك يوميا، مغلق عليك العالم الخارجي بالكامل، هذا لا يدعوك إلى التخلي عن مبادئك وإلى الاستسلام لقيم ظالميك، وإنما الإصرار على المبادئ وعلى القيم وترك الأمر لله سبحانه وتعالى. هو الذي يتكفل بعد أن بذلت ما في وسعك ببقية الأمور. قرابة 300 سنة من الحكم العنصري،
ومئة سنة من قيام حزب نيلسون مانديلا، مؤتمر الوطني الأفريقي لمقاومة التمييز العنصري، تحققت المساواة في جنوب أفريقيا. وكما كان نضال جنوب أفريقيا نضالا شريفا، أيضا كان انتصار جنوب أفريقيا انتصار مميز، فقد تزامنت لحظة الانتصار بلحظة التسامح وبلحظة الانفتاح على الآخر وبلحظة التجاوز عن الألم. كانت هناك شعارات بالنسبة إلى البيض، هناك الحزب العنصري يسموه، وهذا كان ضد أي نوع من إعطاء السود حقوقهم وضد أي نوع من التسوية. وغادر العديد من أفراد هذا الحزب جنوب أفريقيا بعد التسوية، أنه عندهم أوطان، غالبيتهم ألمان، جنوب الأفريقيين ألمان أغلبهم، وهولنديين ودنماركيين. في الجانب الآخر في مجموعات سوداء تقول يجب أن يغادر كل البيض جنوب أفريقيا، كانوا يشكلون 13% من بلد في 52 مليون، يعني عدد كبير. نيلسون مانديلا والحكمة والعقل والتسامح قال بأن جنوب أفريقيا اليوم هي جنوب أفريقيا للسود وجنوب أفريقيا للبيض. وأكيد بون شاسع زمنيا وفي المعنى، ولكنه اقتفى هذا الأثر من رسول الله عندما قال يوم فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكانت هذه هي الوصفة السحرية لاستقرار جنوب أفريقيا وانتقالها الصعب ولكن السلس نسبيا من حكم عنصري ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي تعددي. لا أقول بأن هذا النظام مستقر وانتهى الموضوع، هناك مخاطر. والآن ستمر جنوب أفريقيا الآن اليوم بالتحديد وهذه الأشهر القادمة ستمر جنوب أفريقيا بتحدي غياب نيلسون مانديلا، أبرز مصممين هذا النظام وهذه الأفكار. وهل لا سمح الله ينقلب السود على هذه الطريقة أو يكونون أكثر إيجابية وينتقلون إلى إشراك أكبر للبيض في الحياة السياسية؟ هم مش محرومين البيض، ولا زال البيض أيضا يتمتعون بثروة أكبر مما يستحقون، لأن في جوانب في هذه التحول لم تتم بصورة عادلة كاملة، منها توزيع الثروة. البيض وضعوا أيديهم على الغابات، وضعوا أيديهم على الموارد الاقتصادية في البلاد، وكانت الصفقة بأنه ما يتم تجريدهم من هذه الإمكانيات بطريقة كما حاول في زيمبابوي أن يفعلون. العمل من أجل العدالة ولكن ليس بطريقة قسرية. ولكن أعتقد بأن هذه الوصفة كانت أهم أسباب النجاح الكبير لتجربة التحول في جنوب أفريقيا، والتي نأمل وندعو من الله سبحانه وتعالى أن تستمر لتكرس جنوب أفريقيا بغض النظر
عن وجود نيلسون مانديلا أو غياب نيلسون مانديلا دولة ديمقراطية تعددية للسود والبيض والهنود وغيرهم. إن الوضع الذي قاومه نيلسون مانديلا هو التمييز على أساس اللون، ونحن هنا نقاوم تمييزا آخر، ولكنه تمييز مماثل. التمييز واحد، نفس المشكلة. هناك تمييز على أساس اللون، فالأسود ما يجوز أن يتسنم المناصب عليا، وما يجوز أن يتمتع بحقوق المواطنة التي يتمتع بها الأبيض. هنا نواجه تمييزا قبليا، فمن هو من القبيلة المالكة الحاكمة هو متميز، هو رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير الإعلام، وزير 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 ومدير ومدير ومدير. هاي تمييز، هذا هو نفس روح التمييز الموجودة في جنوب أفريقيا. وهنا تمييز على أساس الطائفة، فأبناء طائفة الشيعية لا يجوز أن يكونون في الجيش أو الداخلية أو أجهزة الأمن الأخرى، ولا يجوز أن يتسنمون أي مناصب هامة في الدولة وحساسة، ومشاركتهم شكلية من أجل ذر الرماد في العيون، مشاركة في الإدارة الفعلية. تمييز، نحن نواجه تمييز مماثل إلى التمييز في جنوب أفريقيا. هناك على أساس اللون، هنا على أساس القبيلة وعلى أساس الطائفة. على مرارة ما نعيش، إلا أن النتيجة محسومة. إن المساواة بين المواطنين واندحار التمييز على أساس القبيلة والطائفة، كما اندحر التمييز على أساس اللون في جنوب أفريقيا، هي نتيجة حتمية. لا يمكن أن تستمر، لا يمكن أن يستمر التمييز على أساس القبيلة والطائفة والعرق والدين. في المجتمع الإنساني يتقدم باتجاه سحق التمييز، إسقاط التمييز لصالح المساواة، وإسقاط الاستبداد لصالح الديمقراطية. طبعا هذا الكلام اللي نقوله للجنوب أفريقيين، هناك ما اختلفوا، نفس اختلافنا أشد في مقطعين تاريخيين مختلفين. نيلسون مانديلا هو صاحب الجهاد والكفاح المسلح، هو مجموعة من الشباب. الحين ما حد يسمع عن هذا، عن نيلسون مانديلا، هو اللي حرض المؤتمر الأفريقي إلى تبني الكفاح المسلح، هو ومجموعة من الناس الذين موجودين الآن هم اللي كانوا مسؤولين عن التدريب وتهريب السلاح والمقاومة العسكرية، وهو أيضا من اتخذ قرار بالعدول عن الكفاح المسلح لصالح الكفاح السلمي. لو قلنا هذا الكلام في تلك اللحظة، الصورة ما كانت أن هذا أمر محسوم وأن الجنوب الأفريقيين سينتصرون. اليوم الصورة بالنسبة لنا أوضح، شديدة الوضوح. الرحمة لهذا الإنسان المناضل، والتوفيق والسداد إلى جنوب أفريقيا في الاستمرار بعيد عن الأزمات السياسية، تشديد حملات القمع. نشهد بوضوح تصاعد حملات القمع متمثلة في الانتشار الجنوني لنقاط التفتيش في مختلف
أماكن البحرين وفي مختلف الليالي، استمرار المداهمات لمنازل المواطنين بهدف ترويع ساكنيها كما أشار السيد مسيوني، بدعوى المطالبة باعتقال مطلوبين أو أن شخص دخل البيت ويتعدى ذلك، الممارسة تتعدى اعتقال شخص أو البحث عن مطلوب إلى ترهيب وتخويف هؤلاء المواطنين ومن خلفهم، زيادة الاعتقالات لنشطاء حقوق الإنسان. الأخ حسين برويز يذهب من أجل تقديم شكوى فيعتقل، تنشر صور العديد من الحقوقيين والسياسيين مصحوبة بالتهديد. استمرار استهداف آباء الشهداء لعملهم السلمي، المشارك في الثورة والانتفاضة بشكل عام ومطالبتهم بالتحول الديمقراطي، ولمطالبتهم بمحاكمة من قتل أو تسبب في قتل أبنائهم في محاكم عادلة، أي دور اللي يقومون فيه آباء الشهداء. استهداف آباء الشهداء، اعتقال 2 منهم، استدعاء 3-4، وهكذا بقية آباء الشهداء وأمهات الشهداء أيضا، هناك استدعاء لأمهات الشهداء. استمرار المحاكمات وإصدار الأحكام القاسية والظالمة والتي لا تتناسب حتى مع طبيعة التهمة الموجهة. واحد حرق إطار، 5 سنوات حرق إطار، القاتل الآن أما براءة أو 6 شهور، وأقصى حكم صار 2 أو 3 سنوات، وحرق إطار 5 سنوات، التحريض على كراهية النظام هالعنوان العام 3 سنوات. سوء معاملة السجناء والاعتداء عليهم، الآن شو الحادث اللي صار في السجن جاو؟ كيف بدأ؟ هل هو بالاعتداء بالضرب على علي الطويل لأي سبب من الأسباب محكوم بالإعدام، ولا لا زال محكوم بالإعدام، واستنكار السجناء لهذا الموضوع أو غيرها من الأسباب، هناك مضايقة على السجناء، هناك حرمان من الحصول على العلاج المناسب للعديد من السجناء. ضرب امرأة في بيتها أثناء اعتقال ابنها كمؤشر، هي متميزة القضية ولكن كمؤشر على المداهمات والتعدي على سكان البيوت من النساء والأطفال. هذا المشهد الأمني المستمر من 3 سنوات ولكنه المتصاعد في هذه الأيام. بكل تأكيد هناك مجموعة سميها من الانتكاسات أو الصفعات التي تلقاها المتشددون الذين لا يفكرون في الحل السياسي وفي مصلحة هذا الوطن ولقاء أبنائه، وإنما يفكرون بعقلية الغلبة وعقلية القهر وعقلية القمع وعقلية البطش. بلا أدنى إشكال الرياح لا تجري كما يشتهون. تقرير وزارة الخارجية، تقرير قسم الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني مجلس العموم، وتشخيصاته بأن الوضع في البحرين وضع مقلق. أنا كنت بتحدث في هذا ولكن الوقت لن يسعنا عن هذا التقرير، والذي انتهى بقول باختصار، والذي انتهى إلى تبني 90% من مقولات المعارضة عن ما يجري في البحرين.
ما في إصلاح، ما في تنفيذ لتوصيات بسيوني، تنفيذ توصيات مخيب، فشل لا يمكن وصفه، لا زال استمرار العديد من الانتهاكات، سياسات النظام رجعية. المعارضة ما تقول أزيد من كذي. التقرير، تقرير أهم تقارير التي صدرت، أهمها لأنه صادر من البرلمان البريطاني، والبرلمان البريطاني لجنة تحقيق من البرلمان البريطاني موجه توصياتها إلى الحكومة البريطانية، ولكنها تسمع بشكل واضح في أوروبا بأكملها، وتسمع في أمريكا أيضا بشكل واضح. يوازي بالنسبة للبعد السياسي تقرير السيد بسيوني، وقد يتقدم عليه في الجانب السياسي. حقوقيا هو قال تقريبا الخلاصات اللي قالها السيد بسيوني، تنفيذ توصيات بسيوني ما موجود، انتهاء استمرار الانتهاكات، ان ما يحدث في البحرين هو بصنع القيادة السياسية، بأيدي القيادة السياسية تعبر، وبعدين عنده توصيات سياسية خلاف التوصيات بسيوني اللي اختصرت على الجانب الأمني او الجانب الحقوقي. إصلاح سياسي، هذا تقرير. ويكتسب أهمية ايضا انه صادر من اهم حليف دولي للنظام، من أهم حليف دول، ليقول التقرير إلى الحكومة البريطانية يجب أن لا تربطوا سياسة وسمعة بريطانيا بالأزمة، ربطوها بالحلول وليس بتكريس الأزمة، وعليكم أن تراجعوا هذه السياسة، وإذا ما في تغيير مني إلى 2014 يعني شهر واحد وصفوا الوضع في البحرين بالمقلق. بكل تأكيد أن العقلية القمعية تلقت عدد من الانتكاسات والصفعات. تقرير وزارة، تقرير الخارجية البريطانية في مجلس العموم، وهذا مؤشر عن تخلي أبرز الحلفاء عن دعم الاستبداد والقمع في البحرين، وهذا دي مؤشر دولي هام جدا. سقطت قبل أشهر قليلة حسابات الحرب في سوريا وما تعني من امتدادات لها على مستوى المنطقة بأكملها، وهذا ما كان يتغنى به بعض المتشددين هنا. اتفاق إيراني دولي لتجنب المنطقة التوتر والذهاب إلى الحلول السلمية للأزمات، وهو ما كان لا يتمناه الكثير أو بعض المتشددين وبنوا حساباتهم على خلافه وأزبدوا وأرعدوا على خلافه. استمرار التقارير الدولية، بمناسبة الذكرى الثانية لصدور تقرير بسيوني، تقرير وراء تقرير، يقول هني طلع تقرير محلي جماعة قالوا لي اقرأه، قالوا اقرأه حتى عقل تضحك إذا ما تقرأ، اقرأ حتى تتنذر، لأن أنا اقرأ ولا عور راسي وياه. تقارير الأخرى التي صدرت ليست من المعارضة وإنما من مجلس العموم البريطاني وثم المنظمات الدولية الأخرى وثم التصريحات الدولية من السياسيين تقول لا تنفيذ جاد لتوصيات بسيوني. ثم الدعوات الدولية حقوقيا وسياسيا المتكررة بضرورة التوقف عن القمع وتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف وبضرورة الإصلاح الجدي، من ضمنها اليوم نشر في الصحافة، صدر بالأمس، تصريح مستشارة البيت الأبيض سوزان رايس
نعمل على دفع البحرين لإجراء إصلاحات ذات مغزى. كان التعبير المشهور ندعو البحرين لحوار ذي مغزى. يبدو الجماعة تعبوا من دعوتهم إلى حوار، وانتقلوا اليوم إلى فكرة يجب إجراء إصلاحات ذات مغزى. على ما يبدو للمشاهد وعلى ما يبدو أن هذا القمع المجنون والمتخبط هو لعب مشوش في الدقائق الأخيرة على أمل تحقيق أهداف لتغيير النتيجة التي بدت واضحة، وهي النتيجة غلبت الديمقراطية والحرية والمساواة على أضدادها في البحرين. بدأ المؤشر يتأكد أكثر فأكثر، لم يكن فيه شك من يوم 14 فبراير، ولكن كل يوم يمضي تتأكد المؤشرات بأن المساواة هي قدرنا ومستقبلنا، بأن احترام حقوق الإنسان هو ما سيسود، وبأن الديمقراطية بديل عن القبيلة، المواطنة بديل عن القبيلة، دولة المواطنة التي تحتضن جميع البحرينيين هي المستقبل، والديمقراطية هي النظام الذي يحفظ للبحرينيين حقوقهم جميعا، أقلية وأغلبية، سنة وشيعة، من أي القبائل كانوا. من الواضح وبإمكان المتشددين أن يقرأوا أن لا المعارضة يمكن إجبارها على الرضوخ لحوارات شكلية ولا لحلول شكلية، ولا الشعب يمكن إسكات صوته ويرجع إلى منازله عن طريق القمع أو الضحك عليه بمناورات سياسية. السنوات الثلاث الماضية كفيلة بهذه الحقائق لمن أراد أن يقرأها. فالشعب ماضي حتى النهاية إلى أن ينتزع حقوقه في المساواة والحرية والديمقراطية ودولة المواطنة. تعالوا نكون كعقلاء جنوب أفريقيا ونبني البحرين لكل البحرينيين، ونضع خلفنا هذه الحقبة السوداء لننفتح على مستقبل يضمن مصالحنا جميعا، بدل أن نجعل البحرين في مهب الريح أو نجعل البحرين في خط الاهتزاز الدائم والاضطراب الذي يخسر جميع البحرينيين. قلوب أهل البحرين وعقولها وأيديها مفتوحة لواقع إنساني وسياسي جديد يحترم إنسانية وحقوق وتطلعات وآمال جميع البحرينيين. أفضل أن نعمل هذا بأيدينا اليوم، لأنه سيكون حتما غدا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات والخيرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. غفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.